خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم. كنحيي الجميع، كنحيي جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وخاصه متتبعي قناه بيت العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، واحد التحيه للمتتبعين ديالنا الجدد، هما كنرحب بهم وكنقول لهم مرحبا بكم من القناه ديالكم. وانتم عارفين اخوتي، واحد التحيه لجميع المغاربه فيما كان شي مغاربه في العالم. انا كنحييه وخاصه الجاليه ديالي اللي مقيمه في الدول الاوروبيه وبعض الدول كدول سكاندينافيا، كندا، بريطانيا، والدول العربية بدون استثناء. ودائما واحد التحية لجميع المتتبعين ديالنا اللي كتبوا داك التعاريف بالكرب طيب حقنا، راه كل واحد اسمه وكل واحد باسمه، راكم مشكورين وعزاز وغتبقاو دائما عزاز، وانتوما هما النور والعبود الفقاري ديال القناة هادي، وراكم دائما مشكورين. اليوم اخوتي غنعاود واحد القصة على واحد الشخصية اخرى عاود، اللي هو معروف العالم السفلي والعالم ديال الإجرام والمخدرات. وهاد الشخص هذا من أصول جزائرية ومعروف على الصعيد العالمي والدولي والمحلي. وهذا الشخص هذا حتى هو عاوتاني كنعاود الاسم ديالو، كنعمل واحد الصيت ومدخل واحد الرعب في جميع الدول الأوروبية وبعض الأشخاص اللي هما كينتمون هذا العالم السفلي. وهذا الشخص هذا اللي هو سفيان الحملي. وقبل ما ندخلو في التفاصيل القصة هادي، نتوما بحال دائما إلا عجبتكم شي حاجة عملو أبوني وتقعد الاشتراك زي ما وصلكم الجديد، وعملوا لايك وجوجمو وبارطاجيو وتفرجوا القصة تاع الاخر. هذا الشخص هذا قلنا هو سفيان الحملي. سفيان الحملي من مواليد 1975 بفرنسا، خاصة تونس. الوالدين ديالو باباه وامه من اصول جزائرية، هجروا الى اوروبا اواخر ديال الستينات او الاوائل ديال السبعينات. حجميع الناس اللي مقيمين في شمال افريقيا منهم مغاربه، تونس، الجزائر، المهم كيهجروا من اجل تحسين الوضعيه والظروف القاسيه اللي كيعيشوها. كيمشي الانسان حتى كتعرف الامور، وخاصه الوالدين ديال هاد سفيان، العائله يعني محترمه، عائله محافظه، عائله ماشي ديك العائلات اللي هما في شكيله ولا هادي. وخاصه حتى الابن ديالو اللي هو سفيان، حتى هو ماشي شي واحد شي شخص مثلا مشاغب او شي واحد ماشي مزيان او شي واحد مفلس او منحرف، لا. الطفوله ديالو ولا المراهقه ديالو كوزت احسن حال، يعني كيقرا مقيم مع راسو، الشيها في الدراسه، كيتريض، كتعجبو الكره، كيعجبو كيركب على البكشليتات، كيعجبو موي خير شنيه الامور، الحاله الماديه الا كنقولو حنا الحاله الماديه، والامور ديال الاسره ضعيفه وهذا، والانسان هو ماشي مع الوقت وفي الخلق مخلق. هذا هو الامور ديال سفيان. وعاد كانت عنده في الطموح ديالو في الامور اللي هي بدنيه، يقدر يكون شي ملاعبي او يكون شي رياضي مشهور في العالم، حتى هو عاوتاني في هذا العالم ديال الرياضه يكون نجم، او لا يكون مثلا في العالم ديال الدراسه يوصل يشبر شي شواهد عليا مثلا. وكان الطموح ديالو في ايكونومي، يعني في الاقتصاد، في الاقتصاد يعني العالم ديال التجاره. المهم بقى الامور ديالو كيقرا مزيان مع راسو بخير هيدا، وخاصه كي كيسكن في الحي، في الحومه اللي هي تعرف اكثر الشباب ديالها واكثر حتى المراهقين منحرفين، اكثرهم انا ما كنعموش منحرفين، يعني الدراري كتعاطى المخدرات، اللي كيمل الحشيش، اللي كيتقرقب، اللي كينفع الغبره، اللي كيسكر، اللي بخير، اللي ماشي بخير، هذه هي الامور ما عارفين. المهم هو كان بعيد من الطرق بحال هادو، يعني كيشان هاد الاشياء وهاد الميولات بحال هذاك، يبعد منا، ولكن ما عيطيح في الانحراف، خاصه عيتصاحب مع الشخص في المراهق حالو، يعني في السنين ديالو اللي عيبقى يتعاطى معاه المخدر ديال الحشيش، يعني كيتكيف الحشيش وعاتعجبو وعيبقى يغامر مع الدراري، قصر مع هذا، لعب مع هادو، يعاجبو ديك العالم ديال الانحراف ديك الدراري، وحس براسو بانه هو بحال اللي كان منعزل، الناس كتلعب وكتنشاط وكتسافر، هو كي حتى كتعرف الوالدين ديالو مثلا قاصين عليه، فين شيتي عتعطلتي اعمل هادي وعاد الفرنك قليل، حتى كتعرف الامور، تدخل المشاكل في الدار مع الوالدين ديالو، بقى كيجي معطل وتبقى ما كيجيش، كيجي عينو حمار بحال كنقولو حنايا، يعني مقرقب مكيف محشش، ثلاث ايام ما يجيش، ما تعرف الامور، يعني باقي نوضو الخلافات والصداع في الدار. ولكن العيال خصو الفلوس، ولكن ملي تخرج العيال من الانحراف، وخا الانحراف جمع الفلوس، خاصة واحد الشخص عاوتاني اللي كيبيع الطريفة ديال الحشيش وكيبيع البسطيات وكيعمل كدا، قالو يا ودي
يعني هو النفسيه ديالو يعني خصو شي يبقى مثلا يمشي مع فلان وفلان يخلصوا عليه وكذا، تقطع الامور خصو هو يكون عنده الفوزي يخلص على راسو. قال له سهله صاحبي، قاسم معايا الحشيش كذا هذا كيعطي الطريفات كيبيعهم، خصو ان دابا هو مثلا حتى البوليس ولا ما يردوش البال. يعني سفيان يعني عاد جديد في هذا الميدان والعي ترانكيل ومحسون وبارد، يعني ماشي واحد يتقلق يتقلق بالجريه ولا كيضراب ولا شي حاجه فيها حتى العنف. المهم بدا كيعطي يبيع الحشيش معاه، ولكن بدا سمع شي نفس رفعينا مش تاخر هذا بيع رفعينا امور هي ماشي، بدا كيدبر بدا كيدخل فلوس حتى هو، بدا كيدخل فلوس عاد ديما غيكون خصو الحشيش يبقى يبيع على راسو، ما يبقاش مثلا مع الشخص يعطي الطريفه يبيعهم ويدبر عليه، خصو هو يشري الحشيش ويبيع على راسو. هذا هو الفكره الاولانيه. والاخرانيه شي واحد قالوا لا بغيت تشري الحشيش رخيصه الثمن مزيان ما تشريهاش هنا في فرنسا، شريها في اسبانيا. المهم بنت واحد النهار مشي لاسبانيا وعاد خرج من الحدود ديال فرنسا مع اسبانيا، يعني مشى عندك خيرونا يعني بكره ديال كاتالان مشى تما. المهم يسخ سيد الامور خصو يشري شي ماشي كادينه ديال الحشيش، شري غير كيلو جوج ثلاثه راه يدير شي حاجه. المهم اتصل واحد الشخص تما عاوتاني شرا من عندو، ورالو شرا من عندو صافي دخل عاوتاني روجها عجباتو الامور، عجباتو الامور شني غادي يعمل، شاف دخل واحد البركة د الفلوس هو عاوتاني يرجع، رجع عندك خانة عاوتاني مع سعدك رجع صاحبو مع بعضيتو واحد المرة قالو دي سفيان واش عمرك عاوتاني المغرب كدا كيعرف دابا الأصول الجزائرية، قالو واش عمرك عاوتاني المغرب، قالو لا عمري، قالو أنا تعود معانا المغرب أنا هو دا الصيفية ماشي مشي الصيفية الأيام هادي أنا هو شي باسيو يعني شي تسارة وتشم مع راسك وتعرف يعني المنبع ديال العشبة فين هي والمصدر ديال الحشيش بالصح وتشوف فين هي الحشيش فيها راسك بقى الحشيش هنايا وكدا وتسارى مع راسك. المهم من معاه هود معاه لين من هنا المغرب. المهم قالوا شري شي طوموبيله كدا واخا تكون رخيصه غير ديرك على الطوموبيل تما تبان في تمشي وكدا الامور باش غادي ميدلاع وتعرف الامور في الطوموبيل كتكون امور مزيانه. المهم زرفو شرا واحد الطوموبيل، الطوموبيل هادي ماشي غاليه شي طوموبيل عاديه والسلام، ولكن ياخر كيخطط ياخر كيخطط هذيك الخطه ديالو كيمشي فيها دائما هيدا. المهم هود معاه هنا طاجا المغرب، دورنا هنايا قصر هنا شرب هنا كحكحنا في ديسكوتيكات النشاط كدا، دان كتابة دان بريد دان المنطع ديال كيف كيشوف كيف كيشوف الحشيش الراجل الضخم عاشق أمور عارف راسي صافي. المهم تسالو مع راسهم وكما ونشاط وسكار وكحكا مع راسهم بصح صافي تاجا النهار قالك شني قالك يلا فحالنا اسبانيا رجعو فحالنا ترجعو فحالو اسبانيا صافي توصلو لحالو مع عاوتاني كاتالان يعني خيرونا ولا في برشلونة ولا في طراكونا المهم في هاد الإقليم هدا صافي صافي ريحو مع بعضيتهم وكدا وكدا. قالو لك دير سفيان انا نقول لك واحد السر واخا ما عمري قلت لشي واحد كيفاش، قالو اش شوفاش دا ورا له الطوموبيل قالو ها هي الطوموبيل ديالك بلان بالحشيش هادي هي، قالو بلان بالحشيش كيفاش، قالو انا عمرتها كامل الحشيش ما بغيتش نقولها لك باش ما تمشيش متقاسم باش ما تنواشي وتوسواس وتقول لك الشاكه ولا هادي بعدا. ملي مشاو كحشو بدا تشلط هاد كميه كامله كوسه في الطوموبيل انا يعني وما شبرونا ما حتى شي حاجه، قالو انا كنقول لك دا هادي لو قلتها لك كنت غتدخل لك بارانويا وغتخاف ربما وتسرعات انا خليتك هيداك. وعاد انا كيما كنعمله انا دائما كنعمله دائما كنهبط معايا شي واحد ولا شي جوج وكنسرجيهم بلا ما يفطموا وما كنقولها لهم شي تينا عندي عزيز وكذا انا قلت لك الامور كذا هادي استعجب. المهم هابي ديالك انا هابي ديالك طلع البركه انا هرزقك انا ما عندي ما عندي سفيان قاعد مستعجب كيفاش عمل لا تطلع كيفاش زرع في الطوموبيل وعدل كيفاش عمل لا ويا خويا ملي كان هنايا كيخرج معايا يقصروا الامور عندو كيشربوا كينعسوا كدا وهادو دا الطوموبيل راس مكارز عند الميكانيكو اللي كيعرف اللي كيعرف امور كيخدم معاه الصغرى وعندو الصغرى وكيعرف امور صار جات الطوموبيل راس كامله ديالو ولا ديال اخر ومشاو بيا في طريق الدنيا هانيه ودانسين يسير كلشي ماشي. المهم شني عاجب البال ديالو مشى ديك بركه الفلوس صحيحه داخله قال علاش ما نمشيش نقرا نكمل القرايه، يعني ما عندو الطموح للقرايه مثلا يعني في الامور ديال الدراسه في الاقتصاد عندو العقليه ديالو هو كان خصو يدخل شي جامعه ولكن الفلوس ما كاينش خاصه واحد الجامعه اللي هي عندها اللي متخصصه في ديال الاقتصاد الايكونومي يعني غالي من هذا ماشي عادي اللي يقدر يقرا فيها خصها تخلص بزاف ديال التبعات يعني الاداء خصها تخلص الامور. المهم بنت له يدخل يقرا ودخل يقرا وسبحان الله العظيم دخلنا الجامعه يقرا شوف دابا شوف هو دخل يقرا حقا دخل يقرا وتقبل وكيقرا مزيان ولكن في نفس الوقت روجها حشيش تما في وسط الجامعة بدا كيبيع حشيش في وسط الجامعة شوف دابا التكنيك ديالو كيقرا وكيروج
وفوز الجامعه، وخاصه داك يخدم مع بعض الدراري تما الطلبه اللي كيقراو معاه كيروجوا تما مع بعضيتهم، كيروج روج كلشي كيبيع ويجري، ودارس الامور وشبا الماجستير يعني الماجستير ديال الاقتصاديه في عالم التجاره، وباقي خصو يزيد يقرا، باقي خصو يزيد يقرا. المهم بقات الامور عندك يعني واحد النهار عيط تفضح، عيط تفضحوا بان راه فلان وفلان كيروجوا المخدرات في الجامعه هنايا، وغيت تلقى عليهم القبض، وغيت تبرجوا صحابو وهو عيهرب، غادي يهرب عيهرب عاوتاني بحالو العين يدخل بحالو اسبانيا. صافي مشات ديك الدراسه مشى كلشي، بقى في اسبانيا عاوتاني ديك جيان اللي كنقول لكم ديال كاتالان، كيمشي واحد كاتالان عبقى كيدوز تما، كيروج تما كيروج تماك، كيبيع شري تماك كدا، وعارف فرنسا لا تدخل الامور شي شكيله ولا هادي. ولكن واحد المره عاد تلقى القبض، عاد تلقى القبض عاوتاني في اسبانيا، وعاد تدخل للحبس، عاد تحكم بربع شهور ديال الحبس. ملي يدخل الحبس ديال اسبانيا، وخاصة كانت حنا باقيين في كاتالونيا، حنا باقيين في اقليم كاتالونيا، حنا برشلونة طراغونا. المهم يدخل الحبس تمايا، ويزيد عاوتاني يعرف بزاف د البشر تما، عاد بعد بنادم تما مشبان، شكون هذاك فلان كدا بزنازة، والهضرة على الحشيش، والهضرة كتجيب ختا، وانا نتسوق نجيب الحشيش نعمل فين، بدا كيقولوا له باغي تجيب الحشيش مزيانة وتخدم وكدا وتكون ديالك مزيانة، هي هو فحالك جانو د اسبانيا، هاو ديك كوستا دي سول دي لينيا. وتما بدا تما الحشيش من الاطنان والنوعيه ديال الحشيش اللي بغيتي والثمن مزيان وكومور كدا وهادي. ولكن الا بتي شي باعات تي بيها طلعتيها من بلجيكا وطلعتيها من هولندا، قد ما باعات تي بيها من المانيا والسويد، قد ما باعات تي بيها الثمن كيتزاد. هايدا قال له هايدا وكدا صافي، هو ملي خرج من الحبس صافي عنده الفلوس ديالو كدا الامور، ها هو دات كوستا دي سول هاد لا لينيا وهاد جاو ديال اسبانيا، وعمل تما واحد الصفقه بدا كيفتح على بنادم تما كدا، بدا كيمشي للحشيش كيديك كميه زايده، دابا دابا كيشري 100 كيلو 200 كيلو ديال الحشيش وصافي، وكيطلعها بدا كيخدم مع بعض الدراري، هو بيدو بدا كيخدم مع الدراري، عنده واحد الفكره، واحد الفكره بعد الدراري كانوا دابا في الصغر ديالهم عندهم بكليتات، وكيمشيو مجموعه بهم بكليتات وكيدوروا، دابا كان باقي في السن ديال المراهقه وباقي مأدب باقي ترانكي مع راسو، كيجيو الدراري عاوتاني 10 12 بيهم 8 بيهم شحال ما يكونوا يعني بيكانات يعني بكليتات، وكيدوروا هنا وكيخلوا فين يمشيو كيدوروا كيدوروا. هو جات واحد الفكره هادي، هاد الدراري مثلا عندهم بكليتات وكدا، وكل واحد كيتشارجا بقدا وقدا ديال الحشيش، زعما في ساكادور شي مهم في ساكادور كيعملو هكا بحال بكليتات كيدورو، كاين شي لي كيوقفهم، بقا يقول في وسط البارات ياتي لك، كاين شي لي كيهضر مع البوليس، الدراري ماشي بكليتا كيدور بحال شي رياضيين وكدا، كل عاود ساكادور في دارو، كل ساكادور في الحشيش في هذا في 10 كيلو ولا 5 كيلو على حساب 3 كيلو على حساب القاس اللي عادي يهز، وهو كيروج فيها. كي دخل هادين فرنسا كيديا الدراري كيوصلو حتى بلجيكا، كاين لي كيوصل حتى هولندا، المهم كل واحد كيمشي لا خدا تبعد هي بعد غير بعد بها الدنيا هانيا، وقال ما باعتي كدي الفلوس، وهاد الاستراتيجية هي دخل منها الفلوس بصح، راجل بدا كيدخل فلوس الملاير الملايين بدا كيدخلو له بصح، هاد الفكرة ديال بيكات بشليتات وهاد الفكرة ديال بتريتات. المهم كيني عاد يعمل الراجل فلوس بزاف، دخلوا معاه الفلوس خصو يكبر المشروع ديالو، شنو عاد يعمل؟ خصو يهاول عاوتاني عم يزيد في الكمية، يزيد في الخدمة، ملي عاد يزيد في الخدمة غيكونو تما يعني الناس ديك الجهة فين فين كيبيعو شريف تاهوما، عاوتاني دايما كيدخل شي واحد مثلا كيقولو حنا بوجادي، كيدخل بوجادي وكيخدم وكينجح في المشروع ديالو، كاين بعد الناس حاقدين بصراحة الله يعني كاين بالحقادة وبالحسادة، لا شوف شي واحد نجح في شي ميدان في أي ميدان هما كيحسبوه بوجادي وخدموا بان شي حاجه كيحسدوه بحال وقال بن سفيان شي بعدين يعني شافوا جا بدا 5 كيلو 10 كيلو بدا 100 كيلو 200 كيلو بدا كيطلب 500 كيلو بدا كيطلب طون يعني بالجري كدا، هذا صافي عاد سيطرنا على كدا الامور، هما يعطيوه كواواه بدا كي شحال حسن وجوري فيما مشيتي واخا يكونوا اي عقيده. المهم عطاوه دخل مذكر مذكر ديال البحث على اسبانيا حتى تلقى على القبض، تتلقى على القبض، تتلقى على داوى الحبس، داوى الحبس. المهم دخلوا معاه تما في امورات حكموه، ولكن هما ديك العربات الاتحاد الاوروبي كان ديك التنسيق الامني وكان انتربول وكان اتفاقيات في المساجين على حسب الجنسيه ديالو يعني صافي، هو المجرمين وعاد مذكر البحث عليه في فرنسا، فرنسا راه عندها المذكر ديال البحث عليه ولا اعتقال، صافي سلماتو اسبانيا من فرنسا، وهادشي هذا في 2002 2002. المهم مشى لفرنسا وعاد عايش برا راسو فرنسا، محكوم 8 سنين ديال الحبس غيابيا،
هي بيع بحكم تمشي ندير الحبس والامور كذا وداك الشيء مخاربه. المهم كعسب الجامعه وداك الشيء مخاربه بالجامعه ودكتور المخدرات هنا وهنا الكميه ديالو كنعدل مسخر. المهم دخلني الحبس، ملي دخلني الحبس وعاد تحكم تما وعاد عندي واحد الفكره في العقليه ديالو خصو يهرب من الحبس، لا ود خصو يهرب من الحبس. وعاد سمع بزاف من بنادم يعني بزاف البشر اللي كان في اسبانيا كيسمع بنادم هرب من الحبس بشي طريقه وكل واحد كيعمل باش هرب، ولكن شي واحد قالو شي فكره اللي احسن فكره هي بنادم كيهرب من الطبيب. وعاد زعما شي حال لانك تكون ما فيكش القوه مره الظهر نسك ان ما فيش القوه باش يعرفوك تخليك تهرب. هو شنو يعمل واحد الفكره كيعملوها، واحد الفكره كيعملوها وراها له شي واحد يعني كتجيب ليبره، كتجيب ليبره وديك ليبره كتحاديها في شحال فيها ميكروب حاشاكم حدا مدير الطواليت او شي حاجه شي مطالي فيها ميكروب كيعمل في هذيك ليبره وكيتشوك الداس ديالو، اما تشوك يدو تشوك رجلو تشوك هنا او تشوك في يدو هنا وهنا وهنايا. هذيك المواطع اللي تشاك في ليبره اللي تشاك مع فيهم ميكروب لا خدام كتقول شي 24 ساعه كيتنفخوا كيحمروا ويعمروا حاشاكم بقيح كيحل فيهم الصديد والروينه وصافي. يعني بالنسبه مثلا لاوروبا ماشي بحال حنا الدنيا هاني واخا وقع داك الشيء تنايا فرطت مع راسك كما بغيتي او لا بحال اللي كيعمل شي بعدين في الحفار وهي ما تفار ويقطع ودارك هي ما تقطع وتشرات هذا الدم كيقول له انا اتينا تما قليله بالصبر تكون عين تخرج منه عاد كيشوف شي حاجه ما عارفين. اما تما بالجري يشاو كامل دمام وديك الشيء ديك خافوا شنو هادشي هذا شنو هادشي هذا وهو عشان كيظهر انا راه صافي ميت نروح خرجه وصافي الامور ودخل فيهم الخوف قال لك هذا دابا المستعجل للطبيب دابا حاليا في الطبيب صافي. وهو معاه دار الامور ديالو هو عاوتاني عنده الناس معاه في الحبس ما قالوا مهي تشوفوا عيطوا صافي خارجين بيا الطبيب عيط النمره فينا فلانيا عند الدري اللي عيط عيط الناس ديالو ما فيها كبيره الرجال صحابو اللي عيط لقاوه في الطريق عيط عرفوا البولانسيه وعيوقفوا البولانسيه يخرجوا عليهم اسلحه وعيهربوه ما عندهم خطه صافي. هو يركب البولانسيه على ديوان الطبيب في خطر ياخر عاور رمضان الدراري اللي على برا قالوا صافي سوفي راه خرجوه ماشيين به ساكن اخر عاود شابر لين ديال الطريق تما وصلت البولانسيه راح مطعد ولا حفخ صافي وقفوا وقفوا عليه عاوتاني كلاشينكوفا صافي خرجوا داك الشيء خرجوه صافي هربوا ركبوه في الموطور مشى هربوا من الحبس. الطريقه ذكيه بصح ذكيه بصح هذه فين تعلمها هذه تعلم مع المغاربه كانوا في اسبانيا اللي كان في اسبانيا شي مغاربه تمايا كان كيهضروا ريدو كيعاودوا كيفاش هرب هربوا من هنا وقوموا ريدو وبقات الفكره ديالو ريدو جاتو وطبقوا وتقتلوا. المهم هرب من الحبس هرب من الحبس عاوتاني فين عاد يمشي عرجع اسبانيا وهاد المره هادي عين عصا شي بعدين عين عصا يقولوا تبقى شي يعني في اقليم كاتالان هاو بحال اقليم اندلس وخاصه مشي بحال المغربيه ومشي كوستا دي سول تما عاد تما تقدر تبع الحمايه وتجبر العالم تما اللي في اشكال وهادي ولكن تقدر تعمل شي مشروع تما وتخبع فيه وما تبانش ما تبانش تعتبر الامور كذا امور داكشي اللي كان الفلوس موجوده العاقه موجوده شنو غادي يعمل غادي هو بحال المغربيه وغادي يعمل واحد ملهى ليلي واحد ديسكوتيكه كبيره ومجهزه توصل الامور ديالها كذا وعاد عاد تخدم وملي عاد تدخل معاه شكون عاد يدخل معاه تما يدخل معاه بزاف ديال المسؤولين كبارين من هاد المغربيه يعني مسؤولين بحال العمده ديال المغربيه بحال بعد الناس ديال داخلين في السلطات تما تما دخلوا معاه وما كان هما مافيا هذا اللي كانوا تما يدوم مافيا يدوم مافيا. المهم جابوا هذا الشخص هذا عاوتاني وما عاد يسمعوا عليه وعاد كتعرف الامور كيكون بعدين بحال اللي باقي جديد ولكن ما بقاش سفيان اللي كتعرف الراجل يطلع مره مخلط كلشي بدات بالكوكايين باللي قلتي خلط كلشي كيبيع شريف كلشي والمافيا كبرت والصفقات كبروا ودخلوا مع السلطات خدامين زاد الطريق تعدلات وكلشي وبقات الامور ديالو كتمشي حتى لهولندا وكتمشي لالمانيا والحشيش كتوصل حتى للسويد حتى للسويد الحشيش وصلت حتى للسويد والصفقات وصلت الاطنان الاطنان ماشي شي حاجه اللي هي اللعبه ولا هادي. المهم بقات الامور هيداك والخدمه خدامه وش كطلع من المغرب والصفقه مع المغرب كيطلع شي من هنايا وبزنازه ضد المغاربه ولا اسبانيا ولا جانيت تذكر شي اللي كيعرفوا سفيا والخدمه خدامه بلاصه ما كاين شي وداكشي طلع خاصه من عمل الصفقات والعلاقه مع الناس المسؤولين. المهم بقات الامور هذا خدامه كلشي مزيان حتى واحد المره ديك 2007 ولا هذيك وقع واحد الضعف في وسط مالها ليلي دبزت تبخت الهراوات بصح واستعملت ما تحت القرطاس بنادم بزنازة بنادم سكران وبربر وهادي ولا صداع تمايا وكلشي بقات بالقرطاس من بقات بالقرطاس جا مخزن جا مخزن طورق تمايا وتبقى يجمع في من هادي يجمع هذا يجمع هذا وعجبرو تمايا الأسلحة وعجبرو الغبرة والشيش الروينة عارف كي جا مالها ليلي
روينا ودوك طلق تعرف وعاد المنشي يجي يقول شرينا من هنايا وجبدوا شي واحد بالاسم ديال سفيان الحنبلي وترونت فهمتيني ودخلت عليها غير مذكره الاعتقال كيفاش حنا سردنا من فرنسا كيف الامور فهمتيني عرفوا انه هو هذا هرب من فرنسا وكذا الامور وخرج خبات تما وعاود دخل في البحث المهم حيدو عاوتاني بقات الامور عيداك وعاد تبر وعاد يوا 4 شهور ديال الحبس غيخرج شنو الامور كيفاش عامل عاد 4 شهور ديال الحبس غيخرج فهمتيني بلا ما تخبر لا فرنسا ولا السلطات الكبار ديال اسبانيا المهم بقات عيداك بقات عيداك الامور واحد المره غتكون واحد الصفقه كبيره وديك الصفقه يعني فيها اوتيلات فيها متاجر تجاريه كبارين وفيها بزاف ديال الامور يعني كينافس بعض الناس اللي هما مهمين في هذا العالم ديال التجاره والعالم ديال التكنيك ديال الايكونومي والاقتصاد اللي هما مدخلين في السلطات الكبار ديال اسبانيا ولا ديال اوروبا ولا ربما الناس اللي هما عاملين استثمارات وفي مصر خارجيين ناس كبار في الفلوس كينافسهم هو اللي عاد ديك الصفقه عيشريها يدخلوا مين كيكون هذا الشخص اللي عايشري هادشي هذا تنافس معاهم هادشي هذا وهو يعني اللي عطى الفلوس بزاف ممكن شكون هو هذا الاخر يقول لك هذا هو فينا مسميه سفيان عقوبه سفيان الحنبالي سهل السلطه الاسبانيه دخل صافي بحث عليه بصح وطرقوه وشبره شبره شبره داو الحبس هادشي فوق في 2009 المهم داو الحبس داو الحبس دخلوا معاه في التحقيقات في البحث وهذه وقلنا وهذه وحنا عارفين كذا ومن شاف راسو هو هيدا عرف ان راه كاين اللي كيعطيه من تحت لتحت وخاصه ديك المسؤولين ديال اسبانيا اللي كياكلوا معاه وكيغامروا معاه وملي كتجي فيه حتى شي واحد ما كيبقى يدور وخاصه ديك العمده المربيه وهذه عطاهم قال لهم العمده المربيه وفلير داك يسميو لهم الناس كبار اللي داخلين في السلطات اسبانيا كامل يسميو لهم وتسقى عليهم القبض هما في نفس الوقت عاد جي مخابرات فرنسا عنده الحبس لانه هو هرب من الحبس وبزاف ديال المناتيب بزاف ديال الامور اللي تبعينا في اوروبا وتبعينا في فرنسا فهمتيني المهم جاو عنده وعملوا معاه واحد اتفاقيه يعني اتفاقيه لا اتفقنا الدنيا اللي ما اتفقناش شي شغلك كيفاش قالوا لي ودي انت دابا تقدر تمشي فرنسا تقدر تحكم عليك المحكمه والو مؤبد تقدر توصل حتى مؤبد قضيت 20 عام 30 عام المهم حتى مؤبد تقدر توصل ولكن الا خدمتي معنا وعملتي معنا واحد الخدمه تقدر تجيك العقوبه مخففه تقدر ربما ما نعرف غير خيوه تقدر مثلا متاعت العقوبه عندكم شي عقوبه يعني بسيطه مخففه ما تقدرش دير شي حبس بزاف وهذه ولكن الا خدمتي معنا قال مشينا عندنا نخدم معاكم قالوا لي ودي غتبقى تعمل بعض الصفقات بعض الاباطير ديال المخدرات منهم مغاربه ولا منهم فرنسي اسباني المهم اي بار من المخدرات تمن مع الصفقة بحال اللي كتمن معاهم ولكن أمام أعيننا قدامنا حنا كنشوفو داكشي هذاك وحنا بيدنا كنكونو الرجال ديالنا مسام مزروعين معاك كأنهم مافيا ديال المخدرات وكنقدرو نطيحو بعض الرؤوس اللي حنا كنقلبو عليهم واللي ما كنعرفوهمش ولكن إلا خدمتي معنا في هاد المهمة هادي لصالحك يعني تقدر دير الحبس قليل وهادي وتقدر تراكل مع راسك ما بغيتي تجي ما تعرف المهم داك يفكر قال لهم صافي نخدم معاكم ولكن هما دابا هاد المخابرات ديال فرنسا خاصها تسالي واحد هاد فرنسوا مهم تيكي فرنسوا تيكي وقيلا هو اللي كان تخفن هنا هادي المهم من هاد الصفقة ولكن هاد المخابرات هاد المسؤولين في المخابرات ديال فرنسا هو بدو مافيا ولكن في مافيا ديالو واحد التكنيك ديال الخدعة كيجيب دابا مثلا شي بارون ديال مخدر مثلا بحال سفيان بحال هكدا يقولو تخدم معانا وطيحنا الرؤوس كدا هو في نفس الوقت كيخدم في نفس الوقت كيعرف اباطير مخدومه كيعرف ولكن كيلقى الحيله كيخدم بها عنده مافيا كبيره مدخله فرنسا من رجال الامن من رجال السلطه اللي داخلين في فرنسا وبعض المخابرات وبعض رجال الاعمال مدخلين معاه في المافيا بالتكنيكه ديالو كيخدم هذا الرجل ديال المخابرات فرنسا المهم اتفق معاه صافي شنو غادي يعمل سفيان كيقولوا عمل صفقات مثلا مع اللي عايجيب لك المخدرات وعاد دخلت معاهم حتى المخابر ديال المغرب يعني سلطة المغرب يعني خلي الحشيش توصل اسبانيا خلي الحشيش توصل فرنسا وحنا كنخدمو الامور ديالنا يعني وداكشي اللي كاين الحشيش كتوصل كتجي يعني فلان هو اللي صار دان سفيان يعني راه حط بارديو مخادر فلان هو اللي صار دان سفيان وسفيان انا من عادي بيها يعني عملوا معنا راه سفيان راه مشبر في الحبس وزعما راه خرج من الحبس وهو عاد كيتلقاهم فواحد الاوتو هما كيديوها في الحبس ولكن خيوات ملي كيعملوا شي صفقة داكشي سري عندهم سري
هو عنده في الحبس ولكن في نفس الوقت كيعمل صفقات خارج الحبس. ملي كيعمل اتصالات وكيتصل بعض المرات بالمخدرات اللي عايزين معاهم صفقه وعيب يشري معاهم، كيخرجوا كيديو اوتيل شي اوتيل وكيريا كيجي ياخذ ربا مخدر كيعمل صفقات مع تمايا صافي الكميه اللي عايشري وهاد الفلوس ها كلشي صافي كيبيع ويشري وصافي كيتفاهموا. في نفس الوقت ملي كتجي السلعه كتكون مخابرات ومداخل مع المافيا كيطرقوا داكشي وكيشبروا ديك البزنس ديك بار ديال المخدرات وديك الكميه ديال المخدرات اللي كيشبروا يا كوكايين يا حشيش ديال الليكان كيشبروها. ملي كيشبروها هذيك البزنس كيديوها للحبس وكيدخلوا معاها في السيزي والحومه حتى كامله كتعرف الامور. وفي نفس الوقت ديك الحشيشه وديك المخدرات اللي كيديو هاد المافيوش وهاد الراجل ديال المخابرات ديال فرنسا كيعاود فيا البيع، كيعاود فيا البيع داكشي يعاود سري من ري بالطريقه ديالو الخاصه. ولكن سفيان عايق به عايق به، ولكن انما سفيان بغى يخدم حتى هو الخدمه مثلا سنتين عندكم تطور عيال تطور خسار منك شنو كيعمل. هذيك البار ديال المخدر اللي كيعملهم الصفقات هي ديك المنادم اللي يعني كيحملوا شي ما عندهم خصو يزولوا من الطريق اللي عنده مع الادوات وكيخمنهم وعنده مع شي حاجه كيصفي الحساب ديالو بالطريقه هذه معاهم فهمتيني. بعد عندي من بزاف ديال تصفيه الحسابات يعني قتيل حي خلى ما قتل بنادم على الشبكه ديالو ما خلى ما قتل بنادم شحال من قتل المحامين وقتلوا بعض البشر يعني اللي هم داخلين في الصفقات متهمين يعني شكموا بهم بنادم اللي دخل مثلا صحاب الحسنات خلاو ما قتلوه يعني مذاكره قزدره. ولكن هو شنو كيعمل؟ هو اللي عنده معاهم العداوه هو اللي كيعمل معاهم الصفقات هما اللي كيطيحهم في الشبكه ديال المخابرات ديال فرنسا. وفي نفس الوقت الكميه اللي كيعمل مع هذا مثلا عادي الكميه اللي عادي كوز باش ما يهضروش كتكون الطريق مشريه مثلا مع المخابره ديال فرنسا ما كاينش اللي واقفه. فهذا عايجي مثلا نقول مع 10 طن ديال الحشيش عايجي 30 طن ديال الحشيش مثلا حنا كنقولوا 30 طن ديال الحشيش يعني زايده. وصفقه مع هذا اللي عايطيح في الشبكه ديال المخابرات عامل صفقه مع واحد اخر وبيع وشرى تحت تحت بلا ما يفطنوا المخابرات ديال فرنسا. هو بغى يضحكوا عليه وضحك عليه وقتار منه وقتل الخدمه هيداك قتل الخدمه ماشي هيداك خلاني ما نطيح لهم. وفي نفس الوقت حكموا عليه بخمس سنين زعما صافي. هو اصلا كان يعني خافوا له توا 50 ديال الحبس هو كيضرب معاهم في الحبس ملي يعمل الصفقه كيخرجوا من الحبس وكيعمل الصفقه كيردوا للحبس والخدمه ماشيه حتى كمل 50 ديال الحبس. ملي ضرب 50 ديال الحبس صافي قال لهم دابا مش عارف شنو كاين دابا الله يهنيكم وبعدوا مني ومسيروا وبعدوا شوفوا شي واحد اخر. انا ساليت من الطريق ديال العالم السفلي ساليت المخدرات انا غنتبع الطريق ديالي جديده ودابا صافي نساوني وتيت الامور بدا كيعدل لهم الامور بدا صافي صافي بعدو منه. واخا في نفس الوقت هو تابعنا يعني معايا تيقو شي ولكن انما عيطلقوا على الله ركا وعامل عاوتاني او اللي تابعوا اللي اساسين عليه. ولكن شنو غادي يعمل هو؟ هو عامشي واحد جهه يعني في جهه باريس يعني في العاصمه ديال فرنسا باريس واحد الحي وديك الحي راقي وراقي جدا كيسكنوه الاغنياء كلشي غالي فيه وعايشين واحد بارتمان تما بواحد ناطحه السحاب عايشين واحد بارتمان تما وعايش كون عادي وصافي ما يمكن والو تراكن مع راسو وسكات وهادي وما بدهم قال لك كيمشي شرا تما زعما انا واش كاين ماشي كل ما عندوش الفلوس وكذا يعني مستحيل الانسان عادي يعيش كون تما. هذيك الحياه هذاك هما عندهم في استراتيجيه ديالو ممنوع شي واحد غير هيدا يعيش كون تما ممنوع لان هذوك الناس البرجوازي الاغنياء كيسكنوا مع بعضهم. وفي نفس الوقت وجا سكن هو تما حتى السلطات قال لك العجاب كيفاش زعما كذا ولكن ما هيداو ما داو ما جابو بقاو عساسين عليه وعشوا عليه كيبيع وشري وشحال يعمل والو. هو كيخدم الخدمه ديالو داكشي عاوتاني خطه جديده وتا واحد ما عارف شنو كيعمل والعصابه ديالو الشبكه خدامه والثروه المخدرات خدامه في العالم شي ديرو وصلت حتى السويد وحتى النرويج وايرلندا مخدرات وصل لحشيش ديال سفيان. المهم شنو غادي يوقع في ديك العماره ديك ناطحه السحاب ماشي عماره العماره عندنا حنايا وما عندهم ناطحه السحاب ديك ناطحه السحاب يعني اي عماره كبيره ولا بنايه في السفلي ديالها كيكون كراجات كراجات فين كاين الناس يخلوا الطوموبيلات ديالهم خاصه السكان ديال ديك العماره. المهم الناس اللي عندهم الطوموبيلات كتبقى في الكراج كل واحد عنده واحد المساحه ديالو اللي كيزيد فيها الطوموبيل واخا ما يجيش يبقى خاويه الا ما جاش تما كتبقى خاويه ما كاينش اللي عمرها له فوق ما يجي ينزل الطوموبيل ديالو تما. ولكن في نفس الوقت وحقا دائما كتبر تما واحد ثلاثه اربعه خمسه ديال الكاميونات الباركين تما مره تبر جوج مره ثلاثه مره تبر خمسه مره اربعه كيضيقوا كيعمروا الكارت كتبر الضيق. بعض من هادين كيجي تما كيجبرش فين ينزل الطوموبيل ديالو كيجبرش فين ينزل الباركي الطوموبيل ديالو وكيبقى الصداع كيبقى بنادم يغوت قدام الامور كيهضر مع المسؤولين ديال العماره ما كاين والو
كيهضروا مع الناس اللي كذا والو والو. حتى واحد المره نتصدع نتصدع بالصاع وش مخزن العاده ودين مله والدق وهادي دخل المخزن اش كاين؟ قال لك يا ودي ها شني كاين هاد التلويث هنايا كيضيقوا علينا وما تعرف شكون هو مولاهم وما عرفش شنو ما تخليش تهضر ولا تهضر تاكل في الدار ترونس ترونس المخزن خلى عجاب مسكين زعما الكاميونات ماشي بحقهم يباركيو هنايا اصلا هاد النوع ديال الكاميونات ما كيخصش يكونوا باركين هنايا ماشي مطعوم هادي الاولانيه وهاد الكراج الناس السكان يجيو الطوموبيلات ديالهم اللي عنده شي موطور عنده شي طوموبيل ماشي كاميونه وعاد كاميونات ثلاثه اربعه ما يمكنش دمن هاد الكاميونات ما عرفوش يدمن دوك كيبيحتو دمن عيجبروهم عيجبروهم ديال سفيان الحملي وفي نفس الوقت عيجبروهم بلان بالمخدرات خدمه خاده ما تبصح عاقو عاد فطروا بان راهم كانوا مش موتين راه ضحك عليهم تبصح وباقي خدام وباقي كداو هادي وما عرفوش كيفاش كيخدم حرس الام يعني كيفاش خدام وهذا الشيء هذا هو كاين هنا كيف جن هنايا وفين هاد المخابرات فين هكدا داخو اخر قال لك صالحه مذكره الاعتقال جاو يشبروه ما جبروهش في مشى خوا جمع قلوعو جمع الفلوس وكدا الامور وعاد واحد الطنقه كامل هو اكثر الفلوس ديالو كينزلو شي بنكه كاملين عندو شي حاجه قليله بزاف بنكه ولكن الاكثريه المقدار الكبير ما كينزلوش شي بنكه اللي ما عندهم خباري يدو ما كيشوف حتى شي واحد المهم شبا قلوعو وخوا في مشى مشى لبلجيكا مشى لبلجيكا تلقى عليه القبض شبروه ملي شبروه دخلوا معاه فلوس ودخلوا معاه بزاف ديال الامور كيفاش قالوا له بدينا انا خدام مع المخابرات ديال فرنسا حنا خدامين هذا الشيء خطط عندنا دابا كدا الامور هادو وغمق عليهم معاهم فرنسا وعندنا راه كيخدم مع مخابرات فرنسا وما ولكن ما حسبلوش بان هذا شي سالا راه كيفتشوا عليه وهادي صافي ما عرف كيفاش رخاوه هي رخاوه عمل الي روتور قلب الروايد لاين اسبانيا كي وصل لاسبانيا ما دارش موراه تما نسبته يعني عار اسبانيا عاوتاني لو وقعت تما راه تما مذكره الاعتقال كتدخل دائما عاوتاني وكتسلمو فرنسا دائما اسبانيا كتسلمو فرنسا ولا ودا كيتشبر في اسبانيا اسبانيا كيتشبر بزاف لان تما صحاب الحسنات بزاف وتما بنادم دخل في المافيا وهو في السلطات وهو في المخزن وداكشي مخلط كتجبر بزاف ديال البشر تما اللي ما تعرفهمش كاع حتى من جنسيه عندهم بزاف اسبانيا كتختلف على فرنسا فرنسا فيها ديك افريكانوس وفيها المغرب العربي اما اسبانيا لا فيها امريكا الجنوبيه وفيها الاسيويين بزاف ديال الامور كتجي مخلطه تما وبزاف ديال تقدر تعرف باش من الاصل ديالو الحقيقي ما تعرفوش قليل المهم داكشي اللي كاين اللي عمر صدمه فرنسا كملنا نسبته دخل نسبته بغى يستقر فيها ملي بغى يستقر تما سنصحوه بعد منه قالوا لك يا ودي لا بغيتي ترتاح تبقى في الامان وفي خطرين كي مع راسك طنجه بقاش هنايا لان سبته تقدر السلطات الاسبانية تعمل لك شي شفاق وتجيبك من هنايا ولكن الا دخلتي لحق يعني تيتوان اولا طنجه راه تينا هاني مع راسك داكشي اللي كاين هو تحاولوا طنجه وعاد نصحوه عاد نصحوه يعني من احسن جوج باش تقدر تثبت واحد الغطاء باش ما تحمي ايديك وكتبقى واحد مرتبه يعني في شي شكل يعني عادي على جنب المغرب جاي جوج داكشي اللي عمل جا طنجه دبر واحد فيلا شراها دبر واحد بنت جوج بها ترانكيل امور ماشيه مزيانه وبقى يقرم ويسكت حتى من بعد ماشي مشاريع عده ما شافوا حد ما عرفوا حد ولكن هو نسى بان راه في المغرب واعظم واخطر مخابرات في العالم هي المغرب ما عندهم شي راهم عساسين عليه ملي كان فرنسا وملي كان اسبانيا وملي كان حتى شي حاجه كتفلس لهم عساسين عليه ومني جاني هنا خلاوه علاش باش يخدموا بعض الامور ديالهم تما غير كنخصو عاوتاني يطيح بزاف ديال الرؤوس اللي كيقلب عليهم اللي ماشي معروفين خلينا من اللي معروفين اللي معروفين راه معروفين اللي ماشي معروفين وبزاف ديال الامور المغرب يحقق فيها خصو يعرف فيها بزاف ديال الامور اللي ميك عليه وخلاه وعطي عليها عن عم طالق على الله رجا وامور مشى وحلوا الدنيا يعني ولكن في نص الوقت عيدخل له الصداع هنايا واحد المشاكل كبيره مع بعض البزنازه هنايا مع بعض الناس ديال العالم السفلي والعالم ديال مخدرات الاجرام اللي عنده مع المشاكل في اوروبا ربما شي واحد عطاهم كان خدام مخابرات عطا شي واحد شي مشاكل يعني تصفيات الحسابات والروينه واللي بغا ينتقموا منه ملي جبروا هنايا بغا ينتقموا منه دخلوا الخلاف هنا الحرب بصح خت استعملوا فيها حتى القرطاس وشينا هما ما تعرف كيفاش خرج كيجري الطوموبيله ديالو كيطير ورجاريين موراه ولا مزروب ولا ما تعرف كيفاش والمشاكل تبوص حتى مع الاسره ديالو هذيك اللي نسى بجواج حتى هما قالوا مع الصداع علاش الناس كتطرانكل يعني صبحت في التهديدات صبحت في القرطاس صبحت المافيا كتفتش يعني مش كتعرف واحد المره انا قلت لكم
ناض هيدا كيجري بالطروبيله ماشي بواحد الشارع هنا في طنجه، وشني السبب ما نعرف، واش جاري المورا المافيا، واش هو جاري ماشي واحد ما نعرف، ولكن ديك السرعه معي تبت شي عاد يخونوه الروايد وعاد تقلب وعاد يوقع واحد لاكسيدا حاليا ديال السير يعني بالطروبيله يعني، وعاد تضرب ما خمسه تضرب ولكنما تضرب وتخلو الطروبيله وتشقت، وعيطوا للبولانسيا وهزوه داو سبيطار واحد كلينيكا هنا في طنجه. المهم كما كتعرفوا ملي كتلقى شي حادثه دائما كيجي المخزن كيجي المرتاح فين هو اللي عمل الحادثه، جاو تما عاوتاني يشوفوا كدا الامور هادي، عاد اكتشفوا بان فلان هذا هو فلان، فلان هو اللي عمل كدا ترونات وصافي هذا هو فلان كدا تخربق صافي، جاو السلطات كبارين جات المخابرات هي دخلت دخل كلشي كدا صافي، قال لك شني هذا هو فلان هو اللي عمل هاد الحادثه الامور صافي، دخلوا معاه واش غادي يعملوا له، قرقوا عليه شبروا بقات ما تلعب جوع اساسي تتعالج وحراسه مشدده، ملي تعالج شوي صافي بقى صافي الامور ديالو مزيانه صافي، قدموه للعداله وطلعوه من الحبس بالرباط اللي هو العرجات، وبقى تما كيحقوا معاه جبروا الوثيقه ديالو والاوراق ديالو والملفات ديالو كاز درين مخارقين وعامرين بزاف، لا في التهريب ديال المخدرات ولا تصفيه الحساب ولا شحال البشر قتلو شحال البشر اللي هما ما تعرفش مناتيب اللي ما كاينش كيعذر عليهم بنادم كنعاملهم، هو بدا كيورق لهم وقال لهم قال لي ودي انا رانا خدام مع المخابرات في فرنسا، كيفاش ها كيفاش ها كيفاش القضيه وها كيفاش القضيه وها اللي عملوا تبدا كيفتح حتى المخابرات، المخابرات بيدهم كانوا كيصفيو بنادم تما تما، والامور داكشي خطير وخطير جدا بزاف، ومدخله في بزاف يعني حنا بزاف ديال الدول في اوروبا وداكشي مخربق بزاف مخربق بزاف، المغرب استعجب بان هذا مع المخابرات وما دخلوش الشيخ ربما يكون دابا جاسوس او شي حاجه، لا بد مادام خدام مع المخابرات الفرنسيه يقدر يكون شي جاسوس او شي مخبر او شي حاجه لا بد، المهم قضيه كتقزدها وجعتنا وجقلاله فيها ما تشاف يعني الامور ديالو، وعاد الجره ديالو بزاف ديال الاشخاص هنا طاحوا عاوتاني في الشبكه وتشبروا تلقى لهم الطاب اللي هرب هرا واللي فلت فلت، كنعرفوا الامور لان هذا العالم ديال السفلي بزاف، ودابا حنا سفيان حنا ما بغيناش نهضروا معاهم نغمقوا بزاف في امور هضرنا هي شي حاجه اللي هي غير هايده باينه اللي هي معروفه والسلام، معنا من حنا لا تهضر على الشخص انا وشي حاجه راه تبقى تسكتي هنا تبقى تنصبح وما عادش تسكتي، علاش؟ لان يعني الامور كتكون خاربقه وخاربقه بزاف، وهذه هي القصه ديالنا اخوتي، وهذا سفيان الحملي طلعوا للحبس ديال الرباط ديال العرجات، واش باقي يقضي العقوبه ديالو واش سلماتو الانتربول اوروبا ولا دي من العلم لله، القصه ديالو هي هذه اخوتي، وحنا دائما كنعاود القصص بحال هكذا ماشي على شي حاجه، انا كنقول لكم ماشي الفرجه ولكن كنفتشوا واش كاين شي توعيه تما شي دروس او شي عبارات، ما كتشوف الانسان كيف كيعيشوا في هذا العالم السفلي والعالم ديال التزني ديال المخدرات، بنادم كيعيش ماشي غني بوكو بوكو ديال الاغنياء غاني بزاف البرجوات بصح الاموال الطائله كتجي بارده، والان انت كتعرف الامور المحسوبيه والزبناء والحاجه مخيره ديالهم واللي كيف طريق كيزولوا وانت كتعرف الامور، ومع ذلك الاخر كتكون النهايه دائما مظلمه دائما مظلمه، عاد كنقول لكم انا دابا الانسان طريق المخدرات مشي شي فيه ما تبيع شي فيه ما تشري ما تكمي ما تحشش ما تروكر ما تتمتع بعد ما تستهلك ما تبيع ما تشري لا بغيت تنجى، هادشي اللي كاين اخوتي مطولت عليكم القصه ديالنا هادي ويفك الله.